ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام في حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل، وجات الفقرة الحوار. لازم نعرف أن احنا عشان صحة أفضل ومناعة قوية نتجه إلى الحاجات الطبيعية وإلى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حتى في كتابه الكريم والحديث النبوي الشريفة والطب النبوي أكد على أهميتها وأكد على أنها قد إيه لها فوائد كبيرة. ابتعدنا عنها واتجهنا إلى الفاست فود والأكلات الصناعية وإلى البلاوي الزرقاء اللي احنا بناكلها للأسف، وتكلمنا كثير في حلقات عدة في برنامجنا عن سلامة الغذاء وقد إيه لازم إن إحنا نعرف بناكل إيه، لأن هو ده اللي هيحافظ على صحتنا وعلى عمرنا وعلى يعني حتى طبيعة بشرتنا زي ما هيكلمنا ضيفنا العزيز، وعلى شعرنا وعلى كثير من يعني صحتنا بشكل عام وجسمنا بشكل عام. هنتكلم النهاردة عن أهمية عديد من الكثير، عن التمور وعن العسل وعن المنتجات الزيوت الطبيعية كانت للبشرة أو يعني البشرة والشعر كتجميل وكالصحة العامة، و أهميتها للأمراض الناس اللي هم الأمراض المزمنة والعديد من كمان حتى كان للأطفال أو كان للكبار للسيدات أو حتى الحوامل بالذات. يسعدني ويشرفني اليوم في حوار هادف أن يكون معي الدكتور أحمد البحراوي، الخبير في الأدوية الصيدلانية وأيضا المنتجات الصيدلانية والطبيعية والتجميلية. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. ازيك دكتور محمد، شرفتني. ربنا يخليك يا عمي. الله يخليك دكتور أحمد. هنبدأ على طول الحوار، يعني ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما جه المخاض لسيدتنا مريم عليها السلام قال في كتابه الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، رطب جنية اللي هو التمر، فكلي واشربي وقري عينا. التمور أو التمر، البلح، العجوة، من الحاجات يعني الطبية والفواكه القديمة اللي عرفها الشرق الأوسط والوطن العربي ويعني كافة، ومن الحاجات اللي لها فوائد كثيرة جدا هيكلمنا عليها ضيفها يعني ضيفنا العزيز. أبدأ معك دكتور أحمد على طول وأنت خبير في ذلك. يعني دكتور أحمد كمان هو رئيس مجلس إدارة عسل وزيتون، يعني تقدروا تدخلوا على صفحتهم على الفيسبوك أو تشوفوهم على النت، برضو هيعلن على الشاشة. عسل وزيتون عندهم التمور والعسل ومنتجات زيت الزيتون والزيوت الطبيعية. دكتور أحمد كمان خبير في المنتجات الصيدلانية دي ومنتجات اللي هي الدوائية والمنتجات التجميلية الطبيعية، هو خبير في ذلك. لكن هبدأ على طول معاك يا دكتور من التمور. اتفضل. وكثير من المصريين يعرفوا أهمية التمور بس مش عارف بيسهوا، وبص تلاقيهم بيعكوا في أكل وحاجات زي كده. عاوزين النهاردة نعمل عملية يعني، وأنا شايف موسم دلوقتي في صيام رجب وشعبان ورمضان قادم، وبناخدها بس اللي هو تمر اللي هو بالفردي 3 تمرات 7 تمرات عشان الصيام ويديني بتاعه وخلاص، لكن عاوزين نعرف أهمية التمور إيه ووجود المعادن اللي فيه. هو مبدئيا دكتور محمد الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: بيت لا يوجد به تمور فأهله مساكين. يعني طيب. انت متخيل ان انت في بيت مفوش تمر فانت مسكين او فقير او او او. هو مش القصد ان انت مسكين كفلوس يعني هتحطها في جيبك، لا، مسكين لان انت بتتحرم من الفايدة الكبيرة اللي موجودة في لا تعود عليك. هو الحقيقة التمر نسبة عالية جدا من السكريات، سكريات بسيطة سهلة بتتهضم، الجلوكوز الفركتوز السكروز. ليه فوائد لا تعد ولا تحصى. يعني احنا التمر بيحتوي على كالسيوم نسبة عالية جدا، منجنيز في نسبة عالية جدا، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كربوهيدرات، في زنك. ده كورونا بياخدوا زنك وبياخدوا الفيتامين سي، يعني أنا زنك. انا عايز اقول لك ان احنا يمكن انا اللي خلاني دخلت في المجال ده كتير ودرسته موضوع كورونا، لان انا لقيت ان الناس فعلا زي ما انت بتقدم فاست فود والدنيا خربانه وكل اي حاجه واشرب اي حاجه وبعدين البس الكمامه والكمامه دي هتظبط لك الدنيا او اشرب كوبايه شاي بليمون. لا، احنا يا جماعه عايزين نرجع للنيتشر، طبيعي بقى، يعني طبيعي. نعيش بقى نعيش الحياه الطبيعيه. بس هي كانت في الحقيقه برضو، وهي يمكن بعيده شويه عن السؤال هنرجع له تاني، في فجوه في المنتجات الغذائيه الطبيعيه في مصر. يعني بين المنتج وبين العارض او الاند يوزر في فجوه كبيره قوي. يعني انت مثلا عايز تجيب تمر، انت عايز تجيب تمره مضمون، ما هو انت مش هتجيب تمر وتلاقيه مليان سوس او او او. الناس اللي عملت براند في الموضوع ده علوا الاسعار قوي على الناس. بقى في فجوه شاسعه، يعني كيلو التمر باكس هم خلوه كلام إكس. جميل، يعني عايزين نقول الناس ممكن عارفه الفوائد وعاوزه تبقى حريصه على طول لاكل التمور، بس موضوع الاسعار صحيح. لا، لان البراندات اللي موجوده
رفع اسعارها جدا، ويا اما انت هتجيب من سورس مجهول انت ما تضمنش التخزين بقى والتعليب والحاجات دي. فده اللي خلاني دخلت جدا في موضوع المنتجات الصحيه، ان احنا نحاول على قدر الامكان ان احنا نظبط الفجوه دي بين المستهلك وبين العارض او بين المنتج. عموما نرجع بقى. طب بس انا هاخد منك، ونعرف دلوقتي ان سيوه مصر بقت تصدر الامارات دلوقتي، يعني مصر بلد قويه جدا في موضوع التمور وعدد النخلات. وانا عايز اقول لك حاجه، هو مبدئيا كده مصر الاولى في العالم في انتاج التمور. يعني مصر الاولى عالميا في انتاج التمور، حد قولك في موضوع التمور الاولى. احنا كنا من كام سنه كانت العراق وكانت السعوديه، لكن النهارده مصر نمره واحد. طيب دليل المجهودات والمؤتمرات اللي كانت بتعمل في سيوه وانتجت ثمارها. طبعا انا عايز اقول لك كمان في المشروع القومي اللي متبنيات الدوله النهارده 40 مليون نخله. 40 مليون نخله. دوله كل سنه بتبدا باجزاء معينه، بس احنا خدنا اجزاء كبيره منه. انا عايز برضو اقول في نقطه، ان احنا في مصر كنا بننتج بعض انواع البلح زي ما انت قلت كده، السيوي، الوادي الصعيدي، مش حاجات حتى كان الناس تقول لك انا عاوز الخليج السعودي، انا عاوز السكري، انا يدور عليه ما بيلاقوش. صحيح. لكن النهارده احنا عندنا مثلا البرحي اللي هو اصلا عراقي بقى موجوده بكثره، يعني مصر كانت بتستورده من 6-7 سنين، النهارده ما بتستوردوش. في التمر المجدول او المجهول زي ما المجهول بيقولوا، او المجدول. مش مجدول يا جماعه، المجدول. مجدول. هو في الاساس هي التمره دي كانت موجوده في المغرب، وبعدين بدات تنتشر، خدتها امريكا وكان ناجح جدا في امريكا. احنا هنتكلم عن انواع التمور، بس خلينا المشاهد الان نقول له فوائد التمر ايه. نرجع تاني. احنا نرجع تاني فعلا. التمر زي ما احنا اتفقنا ان في نسبه عاليه من السيلينيوم ومن الكالسيوم ومن المغنيسيوم ومن البوتاسيوم ومن الزنك ومن المنجنيز ومالتي فيتامينز. في نسبه عاليه قوي قوي من الالياف. فهناخد حاجه حاجه. بالنسبه للجهاز الهضمي، الالياف هي صديقه الجهاز الهضمي، بتساعد بقى على الهضم وبتساعد على الاخراج وبتمنع الاسهال وبتمنع حتى الكونستيبيشن او الامساك. ففي الجهاز الهضمي التمر ليه فوائد عديده جدا. نمسك مثلا الجهاز فقر الدم، التمر فيه نسبه عاليه جدا من الحديد، وكمان فيه فوليك اسيد وفيه فيتامين بي، وبالتالي انت بتعاني من اي نوع من انواع الانيميا في الغالب هتبقى كفرت. يعني انت الانيميا يا اما انيميا حديد، نقص حديد، يا نقص فوليك اسيد، يا نقص فيتامين بي 12 او الحاجات دي، فانت هتبقى بروتكتد بالتمر. مش بس كده، الحقيقه التمر فوائده للجهاز العصبي، تخيل الجهاز العصبي مهم جدا. نسبه عاليه من البوتاسيوم بتظبط السوائل جوه البرين عشان التركيز في الاطفال الصغيرين والمذاكره، بتظبط التركيز. كمان نسبه الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي ده العاليه جدا اللي موجوده في التمر بتظبط الحاله المزاجيه بتاع العقل، يعني المود بقى، المود بتظبط المود. مش بس كده برضو، احنا اتفقنا ان هو بيحافظ لي على صحه القلب والشرايين، مهم جدا، العوائد الدمويه والدم. صحيح. لان طبعا نسبه الالياف العاليه اللي موجوده فيه فبتقلل نسبه الكوليسترول، فبيساعد لي جدا القلب والشرايين على انه يؤدي دوره بشكل جيد. الحقيقه كمان بالنسبه للصحه العامه للجسد مهم جدا، مهم جدا للحوامل وفي الرضع اكيد كثيره. هاخد بس يا دكتور من الفوائد بتاعتك دي وانطلق للناس الضغط والسكر، ياكل تمور عادي؟ يعني كان في واحد قال لي صراحه، صديق من السعوديه، كان يقول لي والدي انا ما اكلتش كيلو تمر في اليوم، حطيته جنبه 2 كيلو سكري، اللي هو السكري ده كيلو اليوم ما عداش كيلو، ياخد 3000 سعر حراري بالراحه. يعني هل ده في خطوره على الناس بتشاهدنا دلوقتي عندهم سكر؟ شوف، هو الاعتدال في الاكل مظبوط في اي حاجه، سواء في التمر او غيره. هو ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك؟ انت لو انت خليت نفسك تلت تلت تلت، بس هو المشكله ان احنا بناخد تلت تلات. أيوة. وبعدين نقوم على الاكل ثقافه برضه، انا مش عارف تعبان او خملان او الناس يروح يشرب واحده كنز فيها 200 سعر حراري وزعلان ان هو بياخد ال 100 جرام تمر. ال 100 جرام تمر فيهم 227 سعر حراري. يعني ال 100 جرام تمر انت مش ممكن تاكل 100 جرام على فكره، الشخص العادي ياكل. بس مش خطا على مريض السكر، فطر عليه في رمضان، فطر عليه دلوقتي، مش خطر عليه لا في رمضان ولا دلوقتي ولا بعد شويه، لان السكر اللي فيه سكر بسيط واخد بالك، وسهل الهضم وسريع الامتصاص. دي نمره واحد، مش محتاج يتكسر او او او. النقطه الثانيه ان الاعتدال مهم. انت ما تجيش تاكل مثلا نص كيلو زي ما انت بتقول صاحبك السعودي وجيب وتقول لي انا السكر رفع. لكن كل باعتدال، كل ثلاثة، كل خمسة، كل سبعة، اوتر على قد ما تقدر، مش هيعمل لك اي حاجة بالنسبة للسكر. اما بالنسبة لمريض الضغط، هو بيقلل الضغط.
يعني مريض الضغط التمر يا جماعه بيقلل الضغط طبعا طبعا للالياف العاليه بتقلل الكوليسترول بتحسن لي الشرايين والبلاد كابيلاريز كلها وبالتالي هو بيقلل الضغط فما فيش مخاطر على مريض الضغط ومريض السكر ياخد بعقل. هل ليه فوائد التمور موضوع النحافه زياده الوزن؟ طبعا شوف هو كيلو التمر زي ما احنا اتفضلنا من شويه فيه 3000 سعر حراري فانت لو عايز تزود وزنك هات كيلو سعر وعيش حياتك فوزنك هيزيد. اما بقى موضوع الرجيم سبحان الله يعني هو الرجيم عباره عن انت الجوع بيجي لك من السكريات اما بتنخفض في الجسم فانت ما بتاخد التمر في سكريات بسيطه سهله الامتصاص بسرعه جدا بتقلل الاحساس بالجوع. مش بس كده نسبه الالياف العاليه جدا اللي موجوده في التمر بتقلل لي بتعمل حاله من الشبع فبتقلل لي الاحساس بالجوع وبالتالي بيساعد على النحافه. يعني الناس اللي بتعمل دايت ممكن تاخد تمر. هو احنا ليه على فكره في رمضان النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا ان احنا نبدا الفطار بتمرات لاسباب كتيره قوي. اول حاجه نسبه السكر عاليه هتخش هتعدل لك جهازك الهضمي هتظبط لك السكر في جسمك هتظبط لك المود بتاع دماغك المود والدماغ فعلا الدوره الدمويه هتعمل بتنشط. استقبال للمعده والامعاء للدم للاكل اللي جاي لان البروتين مع الياف فكل سبحان الله. انا اخر بس يعني ايه اكتر نوع في مصر المصريين وانتم في عسل وزيتون بتلاقوهم بيتجهوا ليه اكثر نوع تمور؟ والله هو الوادي وسيوه تقدر تقول ان هما الاثنين الوادي وسيوه يعني السكري مش قوي لسه قدم. لا هو ولا الجوده والسعر برضه لا لا هو السعر بيفرق لكن هو طبعا الناس كتير جايين من الخليج وبيحبوا السكري بتاع القصيم تمام. وبدا برضه زي ما اتفقنا ان المجدول ده ياخد دور دلوقتي جدا جدا في الماركت يعني ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. العسل النحل انواع كثيره ومخشوش ولا كويس رخيص ولا غالي جبلي ولا سدر اعمل ايه؟ ده واحد خد عسل نحل وربنا شفاه من موضوع ايه؟ يحاورنا ايضا في محورنا الثاني عسل النحل وايضا يعني هو رئيس مجلس اداره عسل وزيتون الدكتور احمد البحراوي. هندخل على طول مع حضرتك انواع عسل النحل وايه اكتر حاجه في مصر مطلوبه او اكتر حاجه فيها شفاء فعلا لكثير من الامراض المزمنه بالذات وفي نفس السؤال برضو الفوائد. هو احنا هناخده جزئيه هو الموضوع عاوز حلقات كثيره عليه لكن عاوزين ان احنا بس المشاهد يركز معاه. هو انا حابه اتكلم بس الاول في عجاله كده عن موضوع النحل. النحل ده مصنع النحله هي مصنع متكامل هي نعم. مش بس عسل. انا مش عايز الموضوع يقتصر على كلمتين عسل وانواعه لا ده النحل ليه منتجات كتير جدا 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 ممكن تكون افيد من العسل نفسه. يعني احنا لو اتكلمنا مثلا على صمغ النحل او العقبر او البروبلس وفوائده لو اتكلمنا فالنحلة الحقيقة مصنع كامل متكامل بيديني حاجات كتيرة جدا. طبعا العسل النحلة أنواعه كتيرة موجود في مصر حوالي 8-9 أنواع. في عسل البرسيم اللي هو عسل نورة البرسيم وفي بعد كده عسل الأعشاب المصرية وفي العسل الصحراوي وفي عسل الموالح وفي عسل ينسون وفي أغلى أنواع العسل إيه؟ السدر؟ هو اللي موجود في مصر أغلى أنواع العسل السدر الجبلي الجبلي. ايه الفرق بين كشميري يقول لك ده كشميري وده سدر مش عارف ايه شوف هو السدر عموما السدر عموما دي شجره النبأ. شجر النبأ ده بقى موجود في اقليم كشمير في باكستان بكثره جدا وموجود عشان كده يقول لك سدر كشمير وموجود في اليمن بكثره جدا عشان كده اليمني السدر اليمني السدر اليمني هو الجبل اليمني السدر الكشميري هم اكتر حاجات رواجا وسعرهم غالي لان بص هو سعر العسل مش بيختلف عشان ان ده حلو وده وحش هو سعر العسل بيختلف على الندره الندره تمام يعني هي النحله لو اتحطت لو انت خدت النحله هنا وديتها كشمير هتجيب لك عسل كشميري لو حطيتها في عسل في حقل برسيمه هتجيب لك ما البرسيم والزهور والحاجات فهي كده. فهي الفكره في ايه السعر بيرجع للندره كل ما كان النبات ده اندر او مش نادر نادر ومش موجود بكثره هتلاقي ان سعر العسل بتاعه اغلى مش معنى كده برضو ان فوائده اعلى يعني تمام يعني ممكن عسل برسيم اللي احنا بنشوفوه الرخيص الجميل ده في فوائد مهمه كل انواع العسل هو انت قلت شراب مختلف الوانه فيه شفاء من المصنع اللي هو النحل ده خلاص على فكره هي النحله كمان زي ما اتفقنا ان هي مش بس العسل في حاجات مهمه هناخد برضو بريف عليها كده
فانواع العسل زي ما اتفقنا احنا وصلنا للصحراوي، وبعدين في بقى الجبلي والجبل الكشميري، في اليانسون، كل نوع من الانواع دي يا دكتور محمد سبحان الله. احنا قلنا يانسون بيبقى واخد من نبات اليانسون، بيبقى واخد فوائد نبات اليانسون، وتتعظم الفوائد وتكتر جدا باضافه النحله نفسها. نعم نعم. يعني مثلا لو خدنا على سبيل المثال للحصر على فوائد مثلا عسل زي السدر، السدر مثلا سريعا، العسل السدر مثلا بيقي من السرطان، عسل السدر بيحسن الدوره الدمويه والقلب والشرايين بصوره غريبه جدا. انا يعني بينظم الابصار، بيحافظ بيقلل الكوليسترول، بيقلل السعال، الانفلونزا، بيحافظ على العظام. فوائد العسل لا تعد، ده اكزامبل يعني، لا تعد ولا تحصى. تقدر تقول للناس دلوقتي ايه موضوع العسل؟ ياخده قد ايه الصبح؟ يعمل ايه على ميه مغليه؟ على لما يقلب شاي ويقلب اللبن للاطفال بالعسل؟ بص، هو انا عندي قناعه، يعني عاوزين الناس تتجه للعسل. انا عندي قناعه ان بديل سكر حتى. انت عايز تحلي اي حاجه حليها بالعسل. حليها بالعسل. انا عايز اقول لك معلومه بس بسيطه يا دكتور محمد. الناس يقول لك انا عندي سكر وخايف اخد عسل، والعسل النحل هيرفع لي السكر. العسل النحل عموما طبقا للمواصفه المصريه فيه 5% من الجلوكوز، 5%. يعني كل 100 جرام عسل فيهم معلقه سكر. معلقه سكر، جميل. فانت ممتاز. ليه عمال الناس كلها حاطه موضوع العسل على انا مش هاكل عسل عشان يرفع السكر؟ لا، كل عسل وحلي بالعسل، وحلي بالعسل كل مشروباتك، بس ما تشربش بقى ايه مثلا كوبايه شاي باربع معالق سكر. انت لو حطيت 4 معالق عسل يبقى فيهم اقل من معلقه سكر. اقل من معلقه سكر، 4 معالق من العسل النحل اقل من معلقه سكر. لو قلبت لبن، لو قلبت على ميه مغليه وخدتها الصبح او 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 كل المشروبات. بالظبط. استحسن العسل يتاخد على الريق، على الريق. تاخد ده احسن وقت الريق. معلقه عسل تحط عليها يعني نص كوبايه ميه دافيه. على فكره الميه بتاخد خصائص العسل، سبحان الله. يعني سبحان الميه الله. بتاخد خصائص العسل، بتقلب فيها بالذات الميه السخنه دي وتشربها. تمام دكتور احمد. دكتور احمد بقى، وانت خبير التركيبات التجميليه الصيدلانيه كانت او الطبيعيه وكثير من الزيوت، يعني عايزين نتكلم عن زيت الزيتون ونتكلم برضو عن الزيوت الاخرى في المنتجات دي. حدثنا الاول عن زيت الزيتون واهميته وفوائده سواء كانت للصحه العامه او كانت تجميليه. هو انا عايز اقول لك حاجه، هو انا زيت الزيتون من حبي ليه هو اللي خلاني دخلت المجال ده اساسا. تمام. الحقيقه زيت الزيتون هو احنا بنسمع يقول لك حموضه اقل من 1%، حموضه اكتر من 1%، مغشوش. احنا على فكره ما اتكلمناش عن العسل المغشوش، دي نقطه مهمه بس ممكن نبقى نرجع لها. ماشي مهمة جدا. لو يعني لو في وقت هنرجع لها سريع، ننوه عليها قوي، لان العسل المغشوش اضراره لا تعد ولا تحصى بقى. يعني فعلا انت بتاخد حاجه عشان تفيدك، عشان كده لازم نبقى حريص على المصدر جدا جدا جدا. نرجع بقى لزيت الزيتون. ماشي. الحقيقه زيت الزيتون هو بينمو في اماكن كتير جدا في مصر، لكن هو شجره الزيتون نفسها بتحتاج الجو الجاف وبتحتاج الارض الصحراويه. نعم. بنلاقي زيت الزيتون يقول لك اكسترا فيرجن، حموضه اقل من 1%. يعني ايه حموضه ويعني ايه اكسترا فيرجن؟ حموضه اقل من 1%، البي اتش العاديه بتاعتنا دي تبقى اقل من 1%. يقول لك بكر ومش بكر ومرحله اولى. هنتكلم ازاي تبقى الحموضه اقل من 1% ويبقى بكر زي ما انت بتقول. هو ان الزيتونه نفسها تبقى جاست ناضجه، يعني اللي هي نضجت دلوقتي، ما تركنتش بقى 3 شهور شهرين مش جميل. عارف ايه، ما تثبتش على النخله او على الشجره نفسها لما شربت ميه وطريت تيجي تعصره على البارد بقى، سواء عصر ميكانيكي او طرد مركزي، بيديك طبعا على البارد بيديك حموضه اقل من 1%. يعني ايه حموضه اقل من 1%؟ يعني تاخد زيت ما تحسش بزناخه، ما تحسش بطعم، ما تحسش بتغيير، مش عارف ايه. وبتاخد فوائد زيت الزيتون كامله بقى اللي هي 100%. النوع الثاني من زيت الزيتون اللي هو حموضه 2%، ده بتبقى الزيتونه كويسه برضو بس يعني لسه ما حصل لهاش انفكشن او حاجه، بس بتبقى اتخزنت فتره ومتأثر على البارد، برضو تدي حموضه حوالي 2%، وده بيبقى ماشي حاله. في بقى النوع الثالث اللي هو على البارد على الساخن، بتاخد تفل الزيتون اللي طالع من العصرات السابقه دي وتحط عليه حاجات سخنه عشان تنزل الحاجات العالقه. ممتاز. وهو ده اكشوالي بتبقى معظم فوائد زيت الزيتون مش موجوده. ولكن احنا نقدر نستعمله بديل عن الزيوت الطبيعيه في موضوع القلي،
لان زيت الزيتون في القلي العادي بتاعنا ده يبوظ. كان في زي فكره او ثقافه عند المصريين ان انا ما اقليش بزيت الزيتون، كان في فكر في فتره كده الفيرجن الاكسترا فيرجن اللي هو واحد اللي هو ايه اللي هو الاكسترا فيرجن عشان اللي هو البكر المعصور على البارد، البكر المعصور على البارد ده ما يتقلش المرو بالمطر ده ما نبوظوش خالص، ما نبوظوش خساره يعني خسارة. زي ما بيقولوا حاجه مرحله اولى وغالي. حتى الغيط 2% برضو نسبة حموضة والبروكسايد أقل من 20% برضو أنا مبوظوش لأنه بيكسر بسهولة. نعم. لكن النوع الثالث اللي هو أنا بسخن، أنا أوريدي بسخن المتبقي من زيت الزيتون من التفل ومن مش عارف الحاجات من العصرات السابقة، ده بيتحمل درجات حرارة عالية جدا. نعم. وما بيتكسرش. الميزه انه ما بيتكسرش، مش زي زيت النخيل بقى يتكسر ويتحول تحولات كارسينوجينيك وي. لا، ال الدرجه الثالثه من زيت الزيتون حلو في القلي جدا. تمام، يعني نقلي عادي بزيت الزيتون مفيش اي مشكله. قبل ما ادخل مع المنتجات الاخرى ونتكلم عن البشره والتجميل والشعر، هروح للعسل. العسل الان انا بجيب من مصدر، ازاي اعرف ان العسل ده مخشوش او العسل ده فعلا اصلي وهاخد فيه الفوائد مش هيجي لي منه مضار؟ دي نقطة مهمة جدا دكتور محمد، لأن برضه هنتكلم على زيت الزيتون على العسل، زيت الزيتون المخشوش، لأن هو ده على فكرة الناس بتضر بيه جدا. هو العسل فيه طرق كتير قوي أنا أعرف مخشوش أو مش مخشوش. يعني أسهل طريقة هتاخد نقطة وتحطها على صباعك. تمام. لو فرشت بعد شوية أعرف إن زيت العسل ده مخشوش. يعني أنا أخذ النقطة أحطها على إصبعك لو فرشت على الإبهام، فرشت كده وهي زي ما هي محافظة على نفسها زي ما هي نقطة كده، نقطة زي النقطة يبقى العسل أصلي 100%. لو نقطة فرشت ما فرشتش أصلي، فرشت مش أصلي. ممكن كمان لو تجيب مثلا عود كبريت، عود الكبريت العادي، وتاخد عسل تغمسه في العسل وتولعه في الشطاطة عادي خالص. إذا ولع تخيل يبقى العسل بيور ونقي وزي الفل، إذا ما ولعش يبقى العسل مخشوش. يعني ناخد ثقب من علبة الكبريت ونحط عليه نقطة عسل أو نغمسه في العسل، بعد كده نشط عادي جدا التاء، إذا ولع يبقى نقي، يبقى هذا العسل نقي، إذا ما ولعش يبقى مش نقي. هو في مشكلة دكتور محمد، في حاجة اسمها العسل الحيوي. العسل الحيوي اللي هو أنا باخد العسل من الخلية بفضيه وصفيه، هو ده العسل الكويس. لكن في أعسال تانية مشكلة العسل أنا بفقد معظم فايدته في المعالجة الحرارية. نعم. والمعالجة الحرارية هي دي باب الشيطان. عارف باب الشيطان في غش العسل هي المعالجة الحرارية أو البسترة. دكتور أحمد، حتة مخشوش عمالين نقولها كذا مرة، هل ده اللي خلى الناس أو المجتمع يصرف نظره عن هذه المنتجات الطبيعية ويروح للحاجات التانية؟ صح؟ أنت خلاص بقى يا إما غالي على رأيك، يا إما مصدر مجهول ويجي له منه مضار. صحيح. فما عادش عنده ثقة. صحيح للأسف. أنت كعسل وزيتون الآن وأنتم تعطوا الثقة للمشاهد الآن اللي عاوز يتواصل معاكم، كيف تجد أنك تقول للمشاهدين إيه اللي يتواصلوا وأنتم مصدر موثوق فيه للعسل وللتمر ولزيت الزيتون؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو أنا أما فكرت في الفكرة أنا دورت على السورس المحترم. يعني أنا عندنا عسل، أنا عندي عسل واحد بس، هو نوع واحد عسل رسلان. ليه؟ لأن المنحن ده بقاله 70 سنة بيشتغل في الموضوع ده. النقطة الثانية انه ما بيعالجش حراري، زي ما قلت لك المعالجة الحرارية هي باب الشيطان في الموضوع ده. المعالجة الحرارية انا بص، العسل بيبقى فيه حبوب لقاح وفيه غذاء مائي، فيه حاجات كتير جدا. اما باجي اعالج العسل حراري بموت الحاجات دي. وبالتالي العسل بيفقد جزء كبير من طعمه، جزء كبير من قيمته، لكن شكله بيبقى حلو، واخد بالك؟ اما بنيجي نعالج حراري بقى للاسف شديد ضعف النفوس، انا وانا بعالج حراري حطه على النار، واخد بالك؟ احط بقى يعني احط جردلين ثلاثه ميه عليهم، جردلين ثلاثه سكر، رايك هنا هيسبب الضرر. فانا حولته من حاجه مفيده لحاجه ضاره، حتى مش رايك. واخد بالك؟ ليه بقى انا بعمل معالجه الحراريه؟ عشان يبقى شكل العسل حلو وعشان ما يتجمدش، لان هو في للاسف الناس عندها برضو قناعه. ما الناس هي من اسباب برضو الموضوع ده، الناس عندها قناعه ان العسل اللي بيبلور ده هو المخشوش. لا، العسل يا جماعه اللي بيبلور تحت درجه حراره 15 هو العسل السليم. نعم. العسل اللي ما بيبلورش هو العسل المعالج حراري اللي انا مش ضامنه برضو. نعم. لان انت بتعالج، انا ما اعرفش انت عملت ايه.
صح ولا لا؟ تمام يا دكتور. احنا طبعا عندنا في حوار هادف، كل حلقه بيبقى فيه سؤال، والسؤال بنعلن عن الفايز في الحلقه اللي بعديها عن طريق السحب. ان شاء الله باذن الله الجائزه هي عباره عن شنطه مهداه من الشركه الراعيه، شركه اي تو ام ايجيبت. نشكر الدكتور بهاء بغرباوي وشركه اي تو ام يعني اي تو ام ايجيبت لدعمها لبرنامج حوار هادف. وكان سؤال الحلقه اللي فاتت كان ضيفنا دكتور طارق ابو خلف، هو اذكر ما هي مبادره الخير المعلق. مبادرة خير المعلق هي مبادرة أطلقها دكتور طارق أبو خلف في الأردن من 5 سنوات، ثم بعد ذلك في مصر بقالها سنة. إنك أنت بتروح تشتري كيلو أي حاجة من الخضار، طماطم أو غيره، بتدع كيلو آخر لفقير يشتريه بعدك، أو تشتري أي حاجة من السوبر ماركت، وبتعلق في هذا السوبر ماركت أو مكان الخضروات ده الخير المعلق، وبالتالي نعمل تكافل مجتمعي في مصر، بحيث إنك أنت بتسند مع الفقير اللي هيجي يشتري بعدك ومش قادر يدفع، بتاع السوبر ماركت بيبقى عارفه، بتاع الخضروات بيبقى في المنطقة عارفه أو كده. نسعى دائما للخير عن طريق الخير المعلق. كانت الإجابات كثيرة هذا الأسبوع، وكان الفائز معنا في الحلقة اللي فاتت في هذا السؤال هو الفيسبوك إسلام مطر. فيسبوك إسلام مطر، إسلام مطر هنتواصل معاك. وزي ما شفتوا الهدية مقدمة من الدكتور بهاء الغرباوي إيتو إم إيجيبت. كل حلقة نعلن عن فائز في كمسابقة معنا. سؤال حلقة اليوم هو: أذكر 3 أنواع تمور في مصر عند عسل وزيتون. اذكر 3 تمور في مصر عند عسل وزيتون. هتجاوبوا على صفحة حوار هادف، او على صفحة عسل وزيتون، او على صفحة A to M Egypt. مرة اخرى بنقول اسم الفائز في الحلقة اللي فاتت اللي تم عليه السحب هو الفيسبوك اسلام مطر. فيسبوك اسلام مطر، مبروك يا اسلام. ان شاء الله باذن الله يتواصل معك فريق البرنامج وفريق شركة A to M Egypt لمنحك الجائزة. سؤال حلقة اليوم: اذكر 3 تمور عند عسل وزيتون، او 3 تمور متصدرة في مصر، وذكرت اثناء الحلقة الاجابة. ذكرت اثناء الحلقة الاجابة. عسل وزيتون، دكتور احمد تقول ايه للمشاهد عن يعني المنتجات بتاعتكم سريعا؟ انا بس حابب نقطة، لان موضوع زيت الزيتون انا حابب اقول ان احنا في عسل وزيتون احنا راعينا ان البرودكت تكون صحيحة 100%، ان البرودكت سورس بتاعتها تكون كويسة، وراعينا كمان ان اسعارها تبقى وزن زرينج، يعني مش كمان وزن زرينج، تبقى في حدود الناس المعقولة، يعني لان البراندات غلت قوي الاسعار على الناس لدرجة مخيفة. نعم. فاحنا بنتشرف بالناس ونتشرف بخدمتهم، وبنقدم لهم سلعة فعلا احنا فخورين بيها. يعني انا السلعة اللي برضه دخلها بيتي هي اللي هرضى دخلها بيت الدكتور محمد، او دخلها بيت، وانت خبير في ذلك. شكرا جدا لك دكتور احمد البحراوي، الخبير في المنتجات الصيدلانية وايضا المنتجات الطبيعية والتجميلية، كنت ضيف عزيز علينا في حوار هادف. ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. احرصوا دائما على الرجوع الى الطبيعة، التمر، العسل، زيت الزيتون، الزيوت الطبيعية، سواء كان للتجميل البشرة أو لكان لصحتكم الأفضل. إحنا داخلين على موسم صيام أهوت، وحريصين على التمور في بنقول موسم بس، لا إحنا عاوزين على طول مستمرين، هيديك مناعة قوية وهيديك صحة أفضل. دائما الرجوع زي ما قال الدكتور أحمد للطبيعة أكثر. مشاهدينا الكرام، دائما الشكر موصولا لكم، وأيضا أشكر كل من خلف الكواليس، المخرجة الجميلة نادين أيمن، وأيضا الأستاذ محمد عبد السلام، وبشكر السكريبت والإعداد أسماء عاطف، ويعني بشكر المعدين محمد بدران وأسامة طه. شكرا جزيلا. حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. إلى اللقاء الخميس 5 مساء الأسبوع المقبل.